حتى أفهم أنه هذا كان عبارة عن دراسات جدوى تقدم لكم بواحد وسبعين مليون دولار مخططات. نعم. مو غالية؟ نعم. مو هواي؟ لا سيد الفاضل هذا الموضوع، لا ليش غالية؟ لا لا سيد الفاضل، هناك أكثر من ثلاثة لجان تم تشكيلها بهذا الخصوص، وهذه اللجان اطلعت على تفاصيل التنفيذ، هناك ضوابط وهناك معادلات رياضية وتفاصيل طويلة عريضة تم نقاشها مع اللجان المتخصصة في السكك، وبالتالي كان تقريبا تكلفة المشروع حسب ما أتذكر 100 وكسر، صار تفاوض ما بيننا وبينهم إلى أن وصل الرقم إلى 70 مليون أو 71 مليون دولار. هذه أمور عالمية، يعني لا أني أبتبيها ولا حضرتك، هسه تقول لي مثل الطاقة تنفذ عالميا تقريبا بواحد مليون دولار للواحد ميجا، السكك تنفذ بهالقد، والإشراف والتصميم أكو نسبة مئوية، الكيلومتر إذا كان ينفذ للسكك بهالقد الإشراف والمراقبة والتصميم راح يكون بهالقد. هذه أمور ثوابت بالنسبة للعالم أصبحت، ما خافي على أحد. هذا يفرحني، يعني أنت من تصير حاجة تمد يدك بالكيس تطلع فلوس وتمشي المشروع، بمعنى أنتم لديكم فائض أرباح ممتاز. إيش قد أرباحكم السنوية سيد فرحان؟ دكتور إيراداتنا تقريبا تكون شهريا بحدود هذا الشهرين الأخيرات لهذا العام تقريبا وصلت إلى 60 مليار. الإيرادات المتحققة كصافي إيراد بعد ما نصرف كل التفاصيل الأخرى، صافي الأرباح يتجاوز 30 مليار دينار عراقي، صافي الأرباح اللي هي حصة الشركة واللي راح تضاف إلى المدور المالي لكل عام. ما تعتقد هذا الرقم؟ يعني الآن إحنا هو الميناء الوحيد اللي الآن موجود 30 مليار بشهريا، رقم متواضع تشوفونه لو ممتاز؟ لا سيد الفاضل، هناك بالوقت الحالي لا تنسى أن وزارة المالية رفعت حصتها إلى 65%، بالتالي احنا نشتغل على 35 فقط، يعني حص أرباحنا من 35 كشركة بعد ما نوزع الأرباح بعد ما نوزع حوافز. بالمناسبة احنا جاي ننطي حوافز للموظفين، آخر حافز كانت النقطة 13، أنا هسه كمدير عام الحوافز مالتي توصل إلى 1,300,000 و350، والموظف اللي نقاطه مليون عفوا اللي نقاطه 100 نقطة ياخذ على 13,300,000. زين المالية شنو؟ ليش 65%؟ هل المالية مستثمرة معاكم أموال؟ ليش أخذت هذه؟ مع العلم أنتم الجهة القطاعية المتخصصة بالعنوان، وفق أي قانون هذا تم 65% من الأرباح لوزارة المالية؟ سيد الفاضل، الدولة كيف تبنى؟ هناك دوائر للتمويل الذاتي وهناك دوائر بالمركزي. زين الأموال اللي تصرف على المركزي منين يأخذوها؟ غير يأخذوها من دوائر الرابحة التمويل الذاتي، فهذه معادلة توافقية ما بين التشكيلات ما بين الوزارات.